إذا سألتكم الآن وقلت لكم أين العقل، بماذا تجيبون؟ في القلب. هذه يعني هذا جانب نظري، لكن الجانب الطبيعي عند الناس وين عقلك؟ كل واحد سأل يقول وين عقلك؟ رغم أن هذا الدماغ الموجود في رأس الإنسان هو نفسه الموجود في الحيوان، فأنت عندما تذبح غنمة تكون حريصا على أكل ذلك الدماغ. لم يقدم ذلك الدماغ لتلك البهيمة نوعا من التفكير ولا الإدراك ولا الوعي، ولم يجعلها أو يرفعها في مصاف الإنسان. إذن هذا الدماغ الذي يسمى أيضا بين قوسين المخ، هل هو العقل أم ليس هو العقل؟ هذا طرح جدلي قديم وخاض فيه الفلاسفة، ولا نريد أن نخوض فيه بالقدر الذي خاضوا هم فيه. هناك طرح آخر يقول بأن العقل مكانه في القلب، ولكن الذين قالوا بهذا القول استندوا إلى مجموعة من الآيات من المسلمين، لم يكن هذا الأمر مطروحا في الوسط غير الإسلامي، أي في الاتجاه الغربي، ليس مطروحا إلى الآن أن العقل موجود في القلب، هذا مطروح في الحقل الإسلامي فقط. تسانده مجموعة من الأدلة ومن الآيات القرآنية تقول بأن العقل محله القلب، لأن الله تعالى يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. لا يفقهون، لا يفهمون، والفهم أثر من آثار العقل، الفهم، الإدراك، الوعي، التفكير، هذه أثر من آثار العقل. والله تعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر أثر من آثار العقل. ويقول الله تعالى في آيات أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. هذه الآيات من حيث الفصاحة والظاهر تدل على أن العقل موجود في القلب، هذه المضغة التي تقوم بتوزيع الدماء بشكل دقيق ورهيب إلى هذا الجسم الكامل، إذن هي مخزن العقل. وذهب بعض المفسرين إلى التطرف في هذا القول، فزعم أن من لم يقل بأن العقل موجود في القلب فقد خالف القرآن الكريم وارتكب ضلالة في رأيه، وللأسف استدل على العقل بغير العقل. هذه مشكلة، لأن الذين قالوا بأن العقل في الدماغ أيضا، كالإمام أبي حنيفة مثلا يقول بأن العقل في الدماغ، والإمام أحمد في بعض أقواله، وكذلك يعني الذين قالوا بأن العقل موجود في القلب أيضا بقية العلماء الآخر. إذن قضية جدلية طويلة، ما مفيدة؟ مفيدة بالنسبة لنا؟ مفيدة؟ هل من الضروري أن نعرف أنه موجود في الدماغ ولا موجود في القلب؟ ليس من الضروري، ولكن بعض المعطيات العلمية قالت بأنه يوجد في القلب في القشرة الخارجية مخزن للذاكرة، في القشرة الخارجية للقلب يوجد مخزن للذاكرة، كل ما تمر عليه من الآلام والأحزان والمواقف يتم تخزينها في القشرة الخارجية للقلب. وجدوا من خلال التجارب بعدما أجروا عملية لشخص ركب له قلب إنسان آخر، فوجدوا أنه يخشى من الماء، يخاف عندما يجد بركة ماء يخاف، ولم يكن قبل ذلك يخاف من الماء. بعد التحري وجدوا أن الذي أخذ منه القلب مات غرقا، يعني في تلك اللحظة قبيل الموت كان عقله أو قلبه يخزن ذلك المشهد المخيف. ووجد أيضا من خلال التجربة أن رجلا أو أن طفلا أو رجلا بالتحديد نقل إليه قلب رجل آخر عن طريق العمليات الجراحية، اليوم استبدال القلب لم يعد صعبا، فأصبح يفضل مطعومات ووجبات جميلة لم يكن يفضلها سابقا. وبعد البحث في أرشيف وسيرة الذي نقل منه القلب وجدوا أنه كان يحب تلك الوجبات بالتحديد. إذن هذا يعطي مؤشر على أن القلب له دخل في قضية الاختيارات.